طبعا المنتخب الإسباني اليوم المباراة رقم حقيقة 436 في الليغا الإسبانية. خطيرة، الله يا رونالدو الكبير يعود مرة أخرى، ويا لها من عودة للكبير في مباراة اليوم. يتقدم كريستيانو، يرسل الكرة لا تصد ولا ترد بهذه الصورة. شوف وين 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 وين، هذه في المكان القاتل. مباشرة تأتي التسديدة ويأتي الهدف الثالث، واعتقد ريال مدريد ينهي الأمور من بدري.